فيلمنا بيبدأ في قديم الزمان، وقت ما الرهبان كانوا فاكرين انهم ممكن يطلعوا السماء ويشوفوا اللي فيها، وساعتها قرروا انهم يصنعوا بذور سحرية تنبت شجرة كبيرة جدا فروعها تخترق السماء وتسلقوها عشان يوصلوا للي موجود فوق. لكنهم اتصدموا لما لقوا قدامهم عمالقة هجمتهم وخلصوا عليهم، وقدروا انهم ينزلوا الارض ويحتلوها. وبالرغم من انهم دمروا كل حاجة فيها، الا ان اكتر حاجة حبوها هي اللحم البشري. وساعتها جه الملك اكبر الرهبان بتوعه على ممارسة السحر الاسود عشان يلاقوا طريقة يسيطروا بها على العمالقة، وقدروا انهم يذوبوا قلب عملاق ميت ويصنعوا تاج للملك يقدر من خلاله التحكم في كل العمالقة اللي بتدمر الارض. ونجحت خطته بمجرد ما لبس التاج وامر كل العمالقة انهم يرجعوا ارضهم اللي بين السماء والارض. وبعدها الملك امر جنوده بتدمير فروع الشجرة تماما، وخلى العمالقة تتسجن في ارضهم ومش قادرين ينزلوا ارض البشر ابدا. ومات الملك واتدفن معاه تاجه والبذور السحرية، والحقيقة بقت اسطورة قديمة. وبنروح لجاك، مزارع بسيط بيضطر انه يبيع العربية بتاعته وحصانه لان معهوش فلوس، وبيروح السوق اللي في المملكة عشان يبيعه، لكنه بيلاقي عرض قدامه وبيسيب الحصان وبيدخل يتفرج على العرض. وبيعجب ببنت جوه وبيفضل باصص لها، وبيلاقي ان في حراميه بتحاول تسرقها، ولما بيجي يدافع عنها بيتضرب، وبيحاول انه يهدد الحراميه لحد ما بيلاقي حراس الملك في ظهره، وبياخدوا البنت لانها بتطلع الاميره ايزابيل وبيرجعوا بيها للقصر من تاني. وبيوصل خبر هروب الاميره من القصر للوزير رودريك ومساعده ويك، وبيكون الوزير بيخطط للجواز من الاميره عشان يسيطر على المملكه كلها. ده غير ان عنده خطط كتير للاستحواذ على الحكم، وبيكون في طريقه للمكتب بتاعه وبيخبط في راهب ماشي جنبه. واول ما بيدخل رودريك مكتبه بيلاقيه متدمر، والبذور السحريه اللي كان مخبيها في كتاب مش موجوده. فبيروح يتاكد ان تاج الملك اللي هو اخده من قبره لسه موجود مكانه ولا لا، وبيلاقيه، فبيعرف ان الراهب هو اللي سرق البذور. وبيتم قفل البوابات وتفتيش كل الموجودين، وما بيقدرش الراهب انه يهرب بره البوابات. فبيلاقي جاك قدامه ومعه حصان معروض للبيع، فبيعرض عليه الراهب انه ياخد الحصان بتاعه مقابل البذور اللي معاه، ويروح الكنيسه يسلمها وياخد الثمن اللي هو يحبه. وبيوافق جاك، لكن الراهب بيحذره ان البذور ما تلمسش الميه ابدا ابدا، وبياخد الحصان يهرب بيه، لكنه ما بيقدرش يهرب بره المملكه وبيتقبض عليه. وبيرجع جاك لعمه اللي عايش معاه البذور، وبيتعصب عمه من اهمال جاك وانه اتعرض للنصب من راهب، بيقول انه مجبر يبيع حاجات والده المتوفي عشان يقدروا يعيشوا بعد ما هو ضيع العربيه والحصان من ايده. وبيرمي عمه البذور من قدامه على ارضيه البيت، فبيلمهم جاك وبتوع بذره من الخشب وما بياخدش باله منها. وبيكون رودريك بيعذب في الراهب عشان يعترف بمكان البذور، لكنه بيرفض انه يعترف فبيتقتل. وفي نفس الوقت بتقرر الاميره ايزابيل انها تهرب من القصر لان الملك جابرها على الزواج من رودريك وزيره، وخلال طريقها بتلاقي ضوء قدامها وهو بيت جاك، وبيسمح لها جاك بيدخلها البيت عشان يحميها من المطره، وبيقدر انه يتعرف على انها الاميره. واثناء كلامهم المطره بتدخل تحت البيت وبتوصل للبذره، وفجاه بتطلع فروع كبيره جدا من تحت الارض بترمي جاك بره البيت، وبترفع البيت نفسه معاها. وبيحاول جاك انه يحرر الاميره وينقذها، لكنه بيقع على الفروع وبيغمى عليه. وبيصحى تاني يوم وقدامه الملك ومعاه ألمونت رئيس الحرس ورودريك الوزير، وبيسالوه عن مكان الاميره لان الاسوره بتاعتها في ايده. فبيحكي لهم انها جات له بالليل وقعدت في بيته، وان الشجره رفعت بيته بالاميره لقمتها. فبيأمر الملك الحراس بتوعه انهم يطلعوا الشجره ويدوروا على الاميره فورا، وبيطلع معاهم رودريك معاه شنطه فيها التاج اللي بيتحكم بالعمالقه، وبيفضلوا طول اليوم يطلعوا الشجره لحد ما الحراس بتوعه من الشجره وبيكونوا ماسكين في حبل على امل ان ويك يساعدهم. ولكن رودريك بيأمر انه يقطع الحبل ويقلل عددهم شويه، وفعلا بيقطع ويك الحبل بالسكينه وبيتخلص منهم، وبيكون الباقي مش شايفين اللي حصل لحد ما بيوصلوا لارض العمالقه. وبيلاقوا بيت جاك قدامهم وبيتاكدوا انها مش فيه، وانها ممكن تكون دخلت ارض العمالقه. وبيمشوا ورا اثار رجليها، وبيقدر رودريك انه يستفرد بجاك وبيهدد بقتله لو ما سلموش باقي البذور، وبيديله كل البذور اللي معاه، لكنه بيفضل محتفظ ببذره واحده في السلسله بتاعته. وبيكملوا الطريق بحثا عن الاميره، وبيلاقوا انها سايبه علامات على الشجر عشان تقدر ترجع تاني. فبيمشوا على اثارها وبيتقسموا مجموعتين، واثناء طريق جاك ومعاه ألمونت وكرون المساعد بتاعه بيقعوا في فخ وبيهجم عليهم عملاق، وبيقدر انه ياخد ألمونت وكرو هما مغمى عليهم. وبيكون جاك مستخبي وبيشوف اللي حصل، وبيفضل ماشي ورا العملاق لحد ما بيوصل ارض العمالقه اللي كلهم عايشين فيها. وفي نفس الوقت بيكون رودريك مع ويك بيدوروا على الاميره، وبيهجم عملاق على ويك وبياكله قدام رودريك. فبيترعب، وقبل ما هو كمان يتمسك بيطلع التاج قدام العملاق وبيلاقيه بينور. وبيكون ألمونت وكرو وصلوا لملك العمالقه، واللي بيكون حابس الاميره ايزابيل في قفص، وبيحكي للباقي ان جه الوقت للانتقام من البشر وتدميرهم والاستيلاء على ارضهم. وبيدخل عليهم
عليهم العملاق اللي ماسك كرو ألموند وبيحاولوا يعرفوا منهم هم طلعوا ازاي لأرضهم، لحد ما الملك بتاع العمالقة بياكل كرو عشان يجبر ألموند انه يتكلم. وفجأة بيدخل عليهم رودريك وبيلاقي ان كل العمالقة بتركع قدامه، فبيطلع يقف على عرش ملك العمالقة وبيقول لهم ان هو الملك الجديد بتاعهم وانهم هياكلوا ويحتفلوا ويجهزوا اسلحتهم، وبكرة هينزلوا كلهم للأرض عشان يستولوا عليها تحت قيادته وحكمه هو. وبيروح ألموند وإيزابيل المطبخ عشان يتجهزوا للأكل، وبيحاول جاك انه ينقذهم من العملاق، وبيقدر انه يطلع لمكان عالي فوق العملاق وبيمسك السكينة المتعلقة جنبه وبينط بيها على رقبة العملاق وبيغرزها فيه، لحد ما العملاق بيخبط في الحيطة وبتدخل السكينة أكتر في رقبته وبيموت. وبيقدروا كلهم انهم يهربوا من المطبخ، وبيوصل خبر باللي حصل لرودريك وبيأمر واحد من العمالقة انه يقعد عند الممر اللي هم جم منه عشان يمنعهم من الهرب. لكن جاك بيجيله فكرة وبيروح يجيب خليط نحل وبيحطها في قناع العملاق وهو نايم، وبيقوم العملاق وهو خايف من النحل لحد ما بيقع من على الحرف المدينة، وبيفضل يقع لحد ما بيخبط في الأرض وبيموت. وبيطلب الملك يشوفه وبيأمر كل حراسه انهم يقطعوا الفروع فورا عشان سلامة المملكة وانه اختار المملكة عن بنته. وبيرفض ألموند انه ينزل معاهم وبيقول لهم انه لازم يجيب التاج من رودريك الأول، وبيسيب جاك وإيزابيل ينزلوا لوحدهم، وبيفضل فوق لوحده لحد ما بيلاقي جيش من العمالقة بقيادة رودريك وبيجهزهم عشان يهجموا على الأرض وكل الممالك. لكن ألموند بيطلع فجأة من ورا رودريك وبيهجم عليه وبتقع البذور من ايده، وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما ألموند بيقدر انه يقتل رودريك. لكن فولن العملاق بياخد رودريك وبيخلع التاج بتاعه وبيلبسه زي الخاتم وبيحكم كل العمالقة، وساعتها بيقدر حراس الملك انهم يخلعوا جذور الشجرة من الأرض وبتبدأ انها تتحرك وتتخلع من الأرض تماما، وبيكون ألموند شايفها قدامه فبينط عليها قبل ما تتخلع من أرض العمالقة، وبيكون جاك وإيزابيل عليها لكن بيقدر جاك انه ينط على كومة قش وما يتصابوش، وألموند بينط من الشجرة في البحيرة، وبيكون الملك فاكر انه خسر بنته لحد ما بيلاقيها جات له معاها جاك، وبيشكر الملك جاك انه أنقذ بنته، وبيبدأوا انهم يرجعوا تاني لقصرهم على أساس ان الخوف انتهى، بس فولن بيكون قدر انه يلاقي البذور اللي وقعت من رودريك وبيزرعها في أرضه، وبيخلي كل العمالقة تتعلق فيها عشان تميل الفروع على تحت ناحية أرض البشر، وبتنزل كل العمالقة على الأرض من جديد، وبيشوفهم جاك وهما نازلين وبيجري على الملك عشان يحذره هو وجنوده، وكل الموجودين انهم لازم يهربوا فورا، وبيظهر من وراء كل العمالقة وهما بيجروا ناحية المملكة ورا الملك، وبيحاول الملك انه يوصل لقصره على ما ألموند يقدر انه يقفل البوابة ويفعل أنظمة الحماية اللي حوالين المملكة، لحد ما بيدخلوا كلهم البوابة، وبيحاول فولن انه يمنعهم من رفعها عشان باقي العمالقة تهجم عليه، لكن كل رومات الأسهم بيضربوا في فولن وبيقع في المية اللي على وشها زيت مولع، وبيغرق قدام فوم دراعه اليمين، وبيفتكروا فوم انه مات، لكنه بيتحرك على مدخل الصرف عشان يدخل للمملكة من خلاله، وبيبقى فوم هو قائد العمالقة من بعد فولن، وبيأمر كل الموجودين بالهجوم على المملكة والبوابة، وبيلجأ الملك لإيزابيل بنته انها تتحرك على البرج عشان تولع شعلة الحرب، ومنها هيفهم باقي الممالك ان العمالقة موجودين على الأرض، وبتدخل إيزابيل ومعاها جاك جوه القصر، لكنهم بيحسوا بحركة تحت الأرض، وبيستخبوا وبيشوفوا فولن وهو بيخرج من الأرض في قلب القصر الملكي، وبيحاولوا يستخبوا منه لحد ما بيقدر انه يلاقي مكانهم، وبيجري وراهم وبيمسكهم هما الاتنين، وقبل ما بياكل جاك بيطلع جاك البذرة اللي معاه في سلسلته وبيرميها جوه فولن وبيشوفوه هما بيموت قدامهم، وفي نفس الوقت بتكون البوابة اتدمرت بسبب قوة العمالقة وقدروا انهم يفتحوها، وما بيبقاش فاضل غير البوابة الحديدية قدامهم، ودي مش بتاخد كتير في ايدهم وبيدمرها فوم بسهولة، وقبل ما يهجموا على الملك بيرموا اسلحتهم مرة واحدة وبيركعوا قدام اللي لابس التاج المتحكم فيهم واللي بيكون جاك، وبيأمرهم بالرجوع من تاني لأرضهم، وبعدها بيتم قطع كل الفروع للأبد، ومن بعدها العمالقة ما نزلوش الأرض تاني، واتجوز جاك الأميرة إيزابيل وعاشوا في سلام في مملكتهم. الفيديو ده كتبه يوسف إبراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.